مواطنين في إمارة دبي أو كوكب دبي الشقيق زي ما بيقولوا أو زي ما بنسميه. ممنوع هناك إن أي حد يفتح أي محل تجاري في منطقة سكنية، يعني ما تصحاش الصبح تقرر تفتح جزارة المعلم بوحة تحت البيت والحكاية كده تمشي. في دبي المحلات التجارية تتفتح في الأماكن التجارية والسكنية في الأماكن السكنية، علشان يا جماعة محلات الجزارة مثلا ما ينفعش أجي في منطقة سكنية وأفتح محل جزارة وببتدي بقى أشم روائح الدم والمخلفات. والحقيقة ده بيصعب عملية الرقابة، يعني إحنا لو قلنا مثلا المنطقة دي بتتعمل فيها محلات جزارة هيبقى سهل جدا الرقابة على محلات الجزارة.